بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يتوالى الإنكار فيتوالى التكريم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 789، جاية في توقيت مهم جدا للنادي الأهلي في خضم انتصارات كثيرة وأيضا ترقب لانتصارات كثيرة أخرى قادمة إن شاء الله. يتوالى الترقب فتزداد، يتوالى الإنكار، أيوة، يقعد الناس تفطس في إنجازاتك وتفطس في 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 حجم شعبيتك وتفطس في حقائق الأمور وتاريخك، ها، فتأتي الجهات الإقليمية والدولية تباعا تكرمك في شتى المجالات. أخرها مبروك على القناة فوزها بهذه الجائزة، أفضل قناة فضائية من مهرجان الفضائيات العربية. يفوز أو تفوز قناة الأهلي بجائزة أفضل قناة رياضية في هذا المهرجان عن 2022، وأعتقد أنها جائزة تترجم الكثير من المعاني التي ميزت قناة الأهلي منذ ظهورها حتى الآن، في التزامها بكل قواعد المهنية والسلوك الرياضي السليم وأيضا الأكواد الإعلامية المنضبطة. ألف مبروك لكل عشاق الأهلي ومشاهديها. ما بنشاورش على نفسنا ولله الحمد، ولكن هكذا يرانا الآخرون. هي دي القيمة، وهو ده دايما تمن العمل بإخلاص لإدارة القناة وكل القائمين عليها ملتزمين بهذا الخط المهني المسؤول. ألف ألف مبروك مجددا، وهذه أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقاله وراءك يا أهلي. وفي الغربال حقوق بالتفصيل، وبعضمة لسانه ملاحظات رغم المكسب، والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا، لكن أسرار الملك عن القاطرة. وفي مجلتنا من 40 سنة، ده محتوى حلقة النهاردة، حلقة الاثنين. لكن عايز أقول لكم إنه هذه الجائزة هنشوف سريعا هذا المهرجان أو ختام هذا المهرجان والإعلان عن فوز قناة الأهلي بأفضل قناة رياضية عربية. اي حاجه فيها الاهلي تبقى شاطره وتبقى صح. جمهور النادي الاهلي اي لاف يو، لان انا اهلاويه جدا جدا جدا، ومسك المايك ولونه احمر، وانا اهلاويه من زمان قوي. هقول ايه، الاهلي يعني ما اقدرش، الاهلي واحد بس، الاهلي اونلي وان. الاهلي عايزه ايه؟ الاهلي يا فندم. انا اهلاوي يعني، ومن عيله اهلاويه. دوري وكاس اهلي اهلي. ان شاء الله ناخد الدوري السنه دي وناخد كل البطولات كالعاده يعني. اللون ده له في قلبي مكانه كبيره قوي. ما اروع الاهلي، مصدر السعاده والفخر في كل اتجاه. الف الف مبروك. وشفنا الزميلان اسلام الشاطر وايهاب الخطيب بيستلموا الجائزه اللي انا قلت لكم بتترجم وبتختزل مجهود ناس كتيره جدا بتشتغل من اجل ان تبقى قناه الاهلي دائما كما هو الاهلي نمبر 1، قناه تليق بناديها. طيب انت ايه الترقب اللي انت بتتكلم فيه من الاول؟ لا مش ممكن، انت عايش حالة من الإبداع في الإنكار. يعني ما فيش حاجة انت بتعملها الا لما يقولك لا ده انا، نادي قرن ده انا، الشعبية لا ده انا، الحقوق البث والرعاية ليه المفروض انا. ودائما تضع المعايير، ها،
التي تناسب كيف تفوز. مش انت بتفوز بالمعايير المنطقيه، لا انت تفصل بقى حاجه لوحدك كده وتخلع الالقاب على نفسك وعيش الوهم. طيب لاجل ما يعيش الوهم نشوف ضربه البدايه. مقالي ومقالوا وراءك يا اهلي. الحقيقه الفتره اللي فاتت وكانه جمهور الاهلي بيسجل بصمته وشعبيته وتاثيره في مسانده فرقته. انت شايف انه من الكويت الى السعوديه ثم الى الامارات. شوف انا هستعير اغنيه بتاعت ليفربول يو نيفر ووك الون، لن تمضي ابدا وحدك. جمهور الاهلي مش بيغنيها، جمهور الاهلي يمارسها. ينتقل بين الملاعب ليحيي البطولات ويكسبها رونقا. والناس يشعروا ببصمه الاهلي من المدرجات، يعني جميع البطولات تتمنى ان يكون الاهلي متواجدا بها الان. بتدي مذاق للبطوله. وهناك ثقافه تولدت من ثقه الجماهير في الاخذ بالاسباب من الباسكت الى كره اليد والان الى السوبر في الامارات. تسمع ان الجواله بقى اللي عمالين يروحوا من الكويت للسعوديه هياخدوا بعضهم يطلعوا على الامارات وهكذا خلف الاهلي الذي يصول ويقول في شتى الملاعب. طيب الاعلامي السعودي الاستاذ وليد الفراج الاعلامي الشهير الحقيقه هو راخر برضه أبدى ملاحظته ده المعلم ده وسعادته بحجم هذه الحفاوه بالاهلي في كل مكان وازاي ان الاهلي وراه كان في كل حته. وليد الفراج نشوفه. كم تشيل صاله كره اليد وهذا الفرق بينها وبين القدم؟ اي فهد انا عارف انها تشيل اقل بس يعني اغلبيه المباريات لما تشوف جدول الحضور الجماهيري في مباريات يحضرها 2000 و3000 اذا مباراه صاله كره اليد يحضرها اكثر. يعني انت لا تطالع جمهور الاتحاد ولا جمهور الهلال فتشوف تقول الله شوف، لا تقارن، هذا موضوع ثاني يعني عارف، مع احترامنا وتقديرنا لكل الجماهير الاخرى. ابو مهند يقول ابو بدر اغضبت جمهور الاهلي بعد تغريدتك عن جمهور الاتحاد. لا لا ما بالعكس، جمهور الاهلي المصري الحقيقه كان لهم يعني علامه في بطوله كره اليد في المنطقه الشرقيه، والنادي الاهلي المصري الحقيقه يمكن هو النادي العربي الوحيد اللي عنده التراس في كل مدينه لعب فيها. شوف هذا التقرير. يتمتع الأهلي المصري بشعبية كبيرة لا تخفى عن المتابع الرياضي. الفريق الذي يملك 142 بطولة في تاريخه حققتها أجياله على مدار 115 عام منذ تأسيس هذا الصرح الرياضي الكبير. تاريخ الأهلي المصري الممتد منذ عام 1907 حقق له شعبية كبيرة ويملك قاعدة جماهيرية واسعة تساند فريقها في حله وترحاله وعند افراحه واتراحه. تلاقي فين زي جمهور الاهلي. على اهلاوي والله على اهلاوي والعيال كلها اهلاوي. انا والله اهلاوي عايش في الاهلي عايش في الاهلي. جماهير الاهلي المصري ساندت فريقها في مشواره القاري وحضرت وازرت في كل ملاعب افريقيا. في النسخة الأخيرة من أبطال إفريقيا كان حضورها مميز أمام الرجاء والوداد في المغرب. جماهير نادي القرن الإفريقي زحفت خلف فريقها في بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء التي أقيمت في قطر وتوج بها الأهلي بركلات الترجيح. السوبر المصري عندما أقيم خارج مصر لم يكن الأمر مختلفا كثيرا بالنسبة للأهلي، فجماهيره حاضرة عندما أقيم في أبوظبي.
وفي الحدث الأكبر في مونديال الأندية كان لجماهير الأهلي دور بارز في دفع فريقها لتكرار الإنجازات. كان حضورها الملفت حاضر في مونديال الأندية 2020 في قطر وفي النسخة الأخيرة من المونديال في الإمارات. اليوم وبعيدا عن كرة القدم، أحدثت جماهير الأهلي المصري تفاعلا كبيرا وحماسا إضافيا لبطولة سوبر جلوب لكرة اليد التي أقيمت في الدمام شرق السعودية. حضور جماهير المريد الأحمر في سوبر جلوب كان حديث الكثير لتوافد أعداد كبيرة منهم ولطريقة التشجيع قبل وبعد وأثناء لقاء الفريق. وطول ما جمهور الأهلي ورا فرقته إن شاء الله هنحقق المستحيل وهنعمل الإنجازات بإذن الله. الأهلي فريق كبير على طول. أهلي من صغري أهلي وهشجع الأهلي لو خسر البطولة. الأهلي إحنا أهلاوي. أهلي 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 أهلي. في المباريات الاحتفالية والوديات أيضا جماهير زعيم أفريقيا لا تكل ولا تمل من مساندة فريقها وتشجيعه طوال مجريات اللقاء. حقيقة شكر واجب لكل راجل من رجالة الأهلي، جماهير الأهلي اللي دايما واقفين في ظهرنا، اللي بيساندونا، اللي بيشجعوا ويدعموا. انت السند وانت الشريك في كل بطولة وفي كل انتصار. كبير 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 يا جمهور الأهلي. فريق بجمهور زي ده جمهور يستحق التقدير والاحترام والحنو والاحتواء والاهتمام ما دام يقدم هذه العظمة وهذا الالتزام. يا أستاذ إبراهيم كبير 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 يا جمهور الأهلي يا أهلي. حقيقة كمان كبير كبير وليد الفراج الإعلام السعودي الكبير، لأنه الحقيقة لما يقتطف هذه الظاهرة من البطولة العربية أو من بطولة الأندية لكرة السلة وكرة اليد بطولة العالم، ويلاحظ أنه النقطة المضيئة جدا اللافتة للانتباه مش تألق بطل ألمانيا ولا احتفاظه باللقب ولا هزيمة برشلونة ولا حتى خروج الخليج السعودي وهزيمته من الترجي، لا، الحالة اللي كانت في الدمام الأهلي وجمهور الأهلي نفس الحالة اللي كانت قبلها بأيام في الكويت مع فريق كرة السلة. ده احنا لو رجعنا بقى هتبقى دوحة، أبو ظبي، كويت، الدمام وراك يعني. وترجع للعين يعني. هذه الجولة الكاشفة الرائعة الخليجية بقى مش محتاج انك تتكلم كتير عشان تقول الأهلي فين، حجم الشعبية وحجم الرعاية والفيلم اللي هو ايه المعروض ده. الحقيقة برضو كل الشكر لكل روابط الجماهير الأهلوية الكبيرة، الشباب اللي قام على هذا التنظيم في السعودية وفي الكويت واللي منتظر ومأمول ومن المؤكد كمان انه الأهلي في الإمارات هيبقى في العين وفي القلب زي ما كان في الدوحة، زي ما كان في أبو ظبي قبل كده، وهكذا في كل نقطة عربية. لكن ده يخليني من موقع الجماهير أقول للباشمهندس عدلي، جمهور الأهلي في كل حتة ده مش محتاج تواجد الأهلي دايما معاه. ما هو لازم نبتدي نفكر بشكل بالظبط إن احنا ما نستناش البطولات الرسمية بقى. لازم نسعى إن احنا باستمرار المناسبات الكبرى، وأنا عارف إن العواصم
العربية طواقة أن تستقبل الأهلي في هذه المناسبات وجمهورك في كل حتة، ولا ينبغي أن نتخلف عن مثل هذه المحافل. لأن أنت شفت حجم السعادة والحميمية اللي بتشعر بها مجرد تواجدك في وسط الناس، وحتى مش الكورة، تتكلم على الباسكت والهاند بول، أي حاجة، أي تواجد ليك، هي الفانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء والكيان وما تقدمه الحقيقة من احترام. يعني أنت بتروح بتقدم احترام، فبتلقى مزيد من الاحترام والحب، مش بس من جمهورك. ما تسمع الأستاذ وليد الأشقاء العرب، هو يعني هذا التقرير هو مين اللي عامله؟ أخوة سعوديين، أخوة سعوديين. هذه الجائزة من الذي منحها؟ مهرجان الفضائيات العربية. يعني ناس تراك هكذا. فهتقعد بقى يا جاليفر تشتكي من الدبابيس اللي بيرموك بيها؟ ده كان تأكيد وتقدير وامتنان لجمهور الأهلي العظيم اللي وراءك يا أهلي في كل مكان. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي، وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي وراه جمهور بهذا العظمة وهذا الحماس وهذا الانتماء وهذا الحرص الدائم على أن يفضل الأهلي بإذن الله في المقدمة. عايز أقول لكم أن مباريات الدوري الثلاثة النهاردة، فيوتشر تعادل مع المقاولين 0-0 في مباراة غريبة وعجيبة، تقريبا ضاع من فيوتشر حوالي 15-16 فرصة. لكن الغرابة كانت في مباراة المحلة والإسماعيلي، المحلة سجل 5 تجوان اتحسبوا منهم 2 و3 اتلغوا من الفار، فانتهت بفوز المحلة على الإسماعيلي في المحلة 2-1. الإسماعيلي تلقى الهزيمة الثانية له. الاتحاد السكندري كسب الداخلية 2-0. بكرة سموحة مع البنك الأهلي، وطلائع الجيش مع إنبي، ويوم الأربع فاركو مع حرس الحدود. الظاهرة أن كل الماتشات بقت سريعة وصعبة. لا فعلا الدوري مختلف، مؤكد الدوري مختلف، وفي تفاصيل كتيرة، علشان كده بعض من هذه التفاصيل في الغربال حقوق بالتفصيل. ما أن يحصل الأهلي وينال أي حق من حقوق قانونية طبيعية بديهية، حتى تسمع أطرافا أخرى تتحدث عن حقوق ليها بالتفصيل يا باشمهندس. يروح مفصل على نفسه القاعدة اللي ممكن تديله الحق ده اللي يعني هو المسألة مش مسألة المنطق، مع ان كل الجهات المانحة مش الأهلي اللي بيدي نفسه الألقاب دي، ولا بيدي نفسه التقديرات دي، ولا القيم دي. يعني انت لما تيجي، والله حاجه تضحك، لما تيجي انت تتكلم على مثلا الرعايه، هو انت يعني ايه؟ يعني ايه مش هنقبل؟ يعني ايه مش هنقبل؟ ده واحد عنده منتج بيقول لك هديك فلوس عشان تحط اسمي على فانيلتك. هتجبره ازاي انه يديك اللي انت عايزه مش اللي هو عايزه؟ انت تقدر انت تقول له لا مش هدي لك الرعايه بتاعتي، واخد بالك؟ لكن ما تقدرش تقول له يا تديني كذا يا زي الاهلي. ما هو 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 ليه حسبته؟ هو لما جه وبعدين يقال ان العقد ممضي من بدري في الزمالك، بس بتاع البث. ما هو البث لا يختلف عن الرعايه، نفس القاعده اللي بتتفرج على الاعلان هي اللي بتتفرج على المنتج، اللي هو المنتج هنا المباراه. انت سيادتك يعني لما يجي نادي يعمل مفاجأة زي ليستر سيتي من سنتين ثلاثة في انجلترا، هو ده عنده قاعدة جماهيرية ولا عنده قيم تسويقية زي المان يونايتد يقول لك اخد اكتر منهم؟ مين اللي هيديك؟ ما هو انت الكلام ده لو بتتكلم على جايزة الفائز بالبطولة. فتقول انا الفائز بالبطولة انا عايز جايزتي. لكن حجم الرعاية وحجم الباس وحجم دي مش في ايد حد، ده السوق اللي بيقول عليها. على فكرة يا جماعة في مفاجأة في موضوع البس، لأنه حتى الكابتن أحمد حسام ميدو اتكلم عليها كتير، قال لك الرعاية خلاص الرعاية معروفة ليها قيم، لكن إزاي النادي الأهلي ياخد كذا ونادي الزمالك ياخد كذا؟ المفاجأة إنه كل نادي تفاوض فيما يخص البس لوحده. البيع كان فردي، بمعنى إنه النادي الأهلي
تفاوض مع القناة اللي قدمت عشان تاخد حق بس مباريات الدوري، ووصل للسعر ده 660 مليون في الأربع سنين. كل نادي تفاوض ووصل للسعر اللي يناسبه، مش بس الزمالك، الإسماعيلي والاتحاد والمحلة، كل أندية الدوري ال 18، كل واحد تفاوض ووصل للسعر اللي يناسبه. ممكن أشكر حد صاحب الفضل في إن اللي هو البث المنفرد ده الحقيقه، لان النادي الاهلي كان بيسعى اليه من زمان. ايوه، لكن لابد ان نذكر ان الاستاذ مرتضى منصور لما كان رئيس لجنه الانديه هو صاحب هذا الفضل. قال لك كل نادي بقى ايه لوحده يفوض وبيع حاجته. كان زمان يقول لك احنا بتاع ندي الاهلي والزمالك زي بعض ونوزع مش عارف الانديه ازاي. لما حصل خلاف على النسب وعايزين يحطوا لها معايير الشعبيه والبطولات الاخرانيه ومش عارف ايه، قال لك لا ليه تحطوا المعايير دي، انا هسوق لوحدي. فالحقيقه لازم نشكره، لانه هو يعني ادى المعيار العادل، وكل واحد وحجم شعبيته وحجم ثقه المعلنين والرعاه في يعني كمنتجين في انه يقدر يقدمهم للاسواق. ما هو انت الراعي ده بيعمل ايه؟ انا عندي منتج وانت عندك شعبيه اسمها السوق. أيوه. انا من خلالك انت بوصل للسوق ده. لو كل جماهيرك ما تكتر بديك فلوس اكتر، لان انت بتوصلني لاكبر قاعده في السوق، سواء في البث سواء في الرعايه سواء كده. فالنادي الاهلي حتى بطل يعمل حساباته. كنا زمان نعمل يعني ابحاثنا الذاتيه ونقول لهم احنا، هم دلوقتي بيجيبوا شركات عالمية، مين صاحب أكبر شعبية، بيجيبوا شركات وهكذا، إحصائيات متتالية. كل إحصائية سواء شعبية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو مؤسسات دولية معتمدة، كلها بتؤدي إلى نفس النتيجة. حاجة و70 النادي الأهلي حوالي 20 نادي الزمالك المنافس يعني، والباقي بيخش في بقيه الانديه. احنا زي ليه ما الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي؟ صحيح ليه؟ طب ليه الاسماعيلي ما بيلعبش في مصر؟ طب والله انا لسه سامع برضه نفس الناس اللي بتتكلم، هو قال لك لما يبقى في عدل يبقى الاهلي يروح يلعب في بورسعيد، وتكتشف ان المصري نفسه ما بيلعبش في بورسعيد لسبب بسيط، انه استاد بورسعيد نفسه اتهد ولسه هيتبني. لكن لا، ليه الاهلي ما بيروحش؟ يمكن دي الشيء الوحيد اللي ممكن الناس تجاوب عليه. واخد بالك؟ لكن في حساسيه ما يخشى من تكرارها. الزمن هيدوبها، نتمنى، الله اعلم. لكن ما تجيش تقول لي اشمعنى هو الاهلي هو اللي واخد القرار تاني وتالت ورابع. يا جماعة، في معايير المسؤول بيشوف ان بلاش المنطقة دي يبقى فيها كرة بالنسبة للأندية الشعبية. الإسماعيلي والمصري ما بيلعبوش مع بعض في خط قناة لحد دلوقتي، بيلعب كله في برج العرب. طيب، الحقيقة بمناسبة عقد الرعاية اللي النادي الأهلي عمله، الناس الفاهمة والمنصفة والمدركة للموضوع بيمشي ازاي بتتكلم بعقلانية وبتتكلم بحقائق، لكن اي اصوات اخرى انتوا عارفين بيبقى مصدرها ايه وسببها ايه. المحلل الرياضي والناقد الرياضي الصديق خالد بيومي كتب الحقيقة في مقالته في الجمهورية خارج السرب، قالك رعاية بنك ابو ظبي الاول واتصالات مصر للنادي الاهلي خطوه جباره لمجلس الاداره ولتاريخ النادي الاهلي، وتعد مكسبا لكل الاطراف، للاهلي بتاريخه وجماهيرياته العريضه وللشركات العملاقه في وطننا العربي، وتاكيدا ان الاهلي ما زال يعمل دون ضجيج على الرغم من كم الازمات المحيطه بالنادي، ليؤكد على مقوله اخرى ان الاهلي قوي بتاريخه، غني باسمه وانجازاته وجماهيره. ده خالد بيومي في الجمهوريه. اوجز فاوفى. هو ده، هو بس هي الليله كده. ايوه، ايه الليله كده؟
جماهير وتاريخ وانجازات بتديك قيم تسويقيه. بيجي شركات انت بقى احنا النادي الاهلي بنقي الشراكه التي تناسبه. يعني انت بتروح تجيب الشركات الكبرى لانك انت نادي كبير. أي. الشركات الكبرى المؤسسات الكبرى هي بتتوائم مع بعضها. فالفايده هنا تكون لائقه. ايوه. ولسه احنا ملف الرعايه ما تقفلش، لسه في رعاه جدد هيخشوا. بقيه الحقوق بتباع. بتباع تباعا يعني. مش عايزين حد يقول اشمعنى الاهلي، روح سوق زي ما انت عايز. يعني يعني ما هياش دي اموال بتجيلك من مؤسسه بتدي دعم. لا، ده منتج بيباع. انت منتج له قيمه تسويقيه بتسوقها في السوق بتاعك. روح جيب اعلى قيم، محدش هيقول لك اشمعنى. طيب يعني ممكن الاختلاف والراي المختلف شويه يكون بين الجماهير على السوشيال ميديا وغيره، لانه مش بالضروره الناس كلها فاهمه الموضوع ماشي ازاي، لكن لما يطلع الكلام ده من مدربين ونجوم كوره بيتكلموا على اصل الشغلانه دي يبقى الراي مختلف. كان من هذه الاراء المختلفه الكابتن محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق في قناه المحور. كابتن محمد، يعني الفرق الكبير اللي في الرعايه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك حضرتك شايفه ازاي؟ او اعتراض نادي الزمالك عليه؟ مين بيحدد الكلام ده؟ انا الناحيه الاداريه يمكن ماليش فيها قوي، لكن مين بيحدد؟ شركات الرعايه. وعلى اي اساس؟ بطل الدوري ياخد اكتر ولا الثالث ياخد اكتر؟ التصنيف او الرولز اللي محطوط عشان حضرتك تاخد اكتر مني او انا اكتر اخد اكتر منك. انتوا عاملين يقول لا للتعصب ولا مش عارف ايه، وهي الشركه بتفصل او بتخلي الناس تفكر ليه ومش ليه. لازم يبقى فيه نقطه نظام لتحديد اللي هو الشركه الراعيه، تحديد اهميه كل نادي بالنسبه للتسويق بتاعه في الدوري. لا، راي حضرتك يا كابتن بعيد عن الشركات، راي الكابتن محمد صلاح نجم مصر ونجم وابن نادي الزمالك. رأي لازم الزمالك يبقى زي الاهلي. ياخد زيه زي الاهلي. طبعا. والا نقدر نقول حسب التصنيف السنه اللي فاتت يبقى الزمالك ياخد اكتر من الاهلي. لكن المعادله اللي موجوده في مصر ظالمه للزمالك على مر يعني. على فكره خلي بالك، احنا قبل ما يجي مرتضى منصور احنا ما كناش بناخد حاجه خالص، او الفتات زي ما بيقولوا، لكن هو عمل قيمه وخلى الزمالك يبقى راس براس او اكتر بالنسبه للسنه اللي فاتت، انه خد دوري. بانجازاته بانجازاته. بانجازاته طبعا. اذا كان بتعمل بالانجازات على اخر سنه يبقى الزمالك، اذا كان الموازنه بين الاهلي والزمالك يبقى الاثنين زي بعض. البعض يا كابتن بيقول الجماهيريه ليها دور، يعني سي مثلا جماهير الزمالك اكبر من الاهلي او جماهير الاهلي اكبر من الزمالك. لا، ما فيش تسويق او شركه رايحه تدي على الجمهور. انا اتفضل يا كابتن. بتتكلم على تاريخ وتتكلم على بطولات، وانا بقول لك انا ما اعرفش. بتتكلم على السنه اللي فاتت ولا على عامه؟ لا، انا بتكلم عموم، في العموم في المطلق. بيقول الناس ان الانديه الجماهيريه والانديه زائد البطولات والانجازات القديمه. لا، انا بقول الانديه الجماهيريه مش القديمه، الانديه الجماهيريه. لا، البطولات القديمه يعني القديمه والجديده، ما هو ده في السجل بتاعك يا كابتن. اخر واحد انجازاته جديد وجديد، جديد وقديم. بص، هي الشركه الراعيه دي راعيه للدوري اللي هو بقى له 20 سنه او 30 سنه، ولا السنه دي بس اللي هي السنه اللي فاتت اللي عدت؟ لا، هي الشركه بقى لها فتره، الشركه الراعيه بقى لها فتره، اللي بترعى الدوري بقى لها فتره، بقى لها كام سنه هي الشركه الرئيسيه. ولا تيجي تقول الزمالك والاهلي بيلعبوا في اربع خمس بطولات. انا مش عارف التصنيف بيتم على اي اساس صراحه. انا مش بهزر، انا مش عارف. لكن هتيجي تلعب بطولات السنه اللي فاتت الزمالك اكتر. التاريخ الاثنين مع بعض، الجماهير ما تقدرش تحكم. عموما السؤال اصدق ما قاله الكابتن محمد صلاح، انا مش عارف. وهو فعلا هنوضح له، لانه سال سؤال. هي الشركه الراعيه دي راعيه؟ لا، مش على فكره، مش الشركه الراعيه للدوري هي اللي بتدفع. ده راعي خاص بفانيله النادي الاهلي. كان احد شركات المحمول، جاءت الاتصالات، استطعت انتزع هذا الحق السنه دي.
شركة من شركات المحمول وهي شركة عربية تعمل في مصر. أي. فما ما ما يعني ما 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 فيهاش اشمعنى يا كابتن؟ مش بالبطولة يا حبيبي. أصل أنت لو بالبطولة بقى تعالى نتحاسب بأثر رجعي. يعني إذا أنت كنت عايز إنها بالبطولات، طب وأنت بتاخد زي بقى لك 42 سنة ليه؟ ولا 40 سنة؟ ولا 30 سنة حتى؟ يعني بتاخد زي الأهلي ليه؟ هو كان ده اللي ملوش سبب. لأن كان الناس بتاخد كل الرعاية وترجع تعيد توزيعها، وهذا كان معيارا ظالما. ما فيش حتة في العالم غير لما بيحط معايير. من ضمن البطولة بتاعت الموسم ليها نسبة ضئيلة في هذا المعيار. يعني يقول لك آخر 10 سنين حجم الشعبية، البطولات آخر 10 سنين، البطولات بشكل عام عبر تاريخه، إنجازاته بشكل عام عبر تاريخه، شعبيته هي كده. بطولة السنة الأخيرة دي أحد العناصر ولها أقل نسبة. فإذا كان حضرتك شايف إن هي حد بياخد الفلوس ويعيد توزيعها، قول له اديني زي الأهلي، مع إن ما كان لهاش أي سند من الواقع. ومش مظبوط شعبيتك زي الأهلي، ومش مظبوط بطولاتك زي الأهلي، مش مظبوط يا كابتن محمد، وأنت تعلم مش مظبوط. إيه المعيار اللي أنت حاطه لنفسك عشان تتساوى إنك شايف إنك لا؟ الزمالك نادي كبير جدا ونادي محترم جدا، ومن حق جمهوره ان يفخر به، يعتبره احسن نادي في العالم، هذا حقيقي. انت من حقك ترى نفسك هكذا. ايوه. لكن لو اتناقشنا كارقام، لا مش صحيح انك في اي عنصر من عناصر التقييم هتتفوق على النادي الاهلي. فهي الرعايه مجموعه من المعايير في الاخر بير هيد بالراس. هو انا دلوقتي البرنامج ده بيتفرج عليه كام واحد في اللحظه دي؟ يبقى اما اجي احط الاعلانات يبقى ده بيسموه بريميوم او تاني برنامج او اول برنامج او كده. هي المعيار كده، مفيش حد يقدر يقول التاني اشمعنى، لان في معيار اسمه حجم المتابعه والمشاهده، وهو ده سوقك، ده سوق النادي الاهلي. طيب، اما وانه الكابتن محمد صلاح كراجل نجم كوره ومدرب المسألة مش واصلة، يبقى دي فعلا أمور محتاجة توضيح. الحديث على أن الشركة الراعية بتدي، الشركة الراعية هنا اللي هي المتحدة، النادي الأهلي اعتمد المتحدة كمسوق لحقوق النادي، فهي مش هي خالص اللي بتدي للنادي الأهلي. يعني تيجي شركة اتصالات مصر تتعاقد مع النادي الأهلي، جاية من خلال المسوق المتحدة. الاتفاق انه المتحده كمسوق بياخد نسبه مئويه من هذا العقد حسب ما اتفق عليه. وبالمناسبه دي الصيغه اللي استحدثها النادي الاهلي، يعني مشيت الامور مع كل الانديه بهذه الطريقه في هذه العلاقه. دخل بدل الوكاله. بالظبط. انت يعني الأول المتحده كنت بدل اي وكاله. انت الاول كنت بتبيع حق الرعايه بتاعك برقم مقفول لوكاله من الوكاله، هي اللي بتسوقه وتديك القيمه اللي انت تعاقدت عليها، وهي تكسب تخسر هي حره، وكانت بتكسب كتير. انت النهارده ده مسوق، فبالتالي ان انا اجي اقول الشركه ازاي تدي الاهلي اكتر، لا محدش بيدي حد، السوق هو اللي بيديك. حجم الرعاه اللي جم وتعاقدوا مع النادي الاهلي هم اللي بيدفعوا، لان نظير ارتباطهم الاعلانيه بالنادي الاهلي، والمسوق بياخد النسبة القانونية التي اللي تم التعاقد عليها على اساس دوره ايه في الموضوع. بس لكن فكرة ان انا عشان انا واخد الدوري، مش بتاخد من المتحدة يا كابتن، انت بتاخد من الرعاة اللي بيجوا، اللي بيجوا لك ان شاء الله يجي لك اكتر من الاهلي، انت هتاخد منهم. فكرة بقى عشان انا واخد الدوري، اكتر قيمة للرعاية في العالم في كرة القدم مانشستر يونايتد، محتكر الرقم ده بقاله سنين. العائد بتاعه على التيشيرت بتاعه وصل تقريبا ل 62 او 64 مليون جنيه استرليني في السنه الواحده. بالمناسبه مانشستر يونايتد ما خدش الدوري الانجليزي من 10 سنين. من 10 سنين. عارف ليه؟ ولكن قيمته في السوق هي هي، حجم شعبيته هي هي، جماهيريته هي هي، الفاليو بتاعه او القيمه بتاعته هي هي. ليه بقى؟ لانه هو بيكسب، وهو بيكسب في السنوات الذهبيه بتاعته كان مدركا ان اللحظه دي قد لا تدوم، ففتح اسواق في الفار ايست وفي الصين وفي اليابان وفي اسواق مرعبه، فاصبح له قواعد خارج حدوده.
هي دي شعبيته. فالنهارده المعلن اللي جاي عايز ياخد حق رعايه المان يونايتد مش بياخدها عشان شعبيته اللي في انجلترا اللي هي كبيره برضه. ايوه. بياخدها على حدود العالم اللي هو رسخ لنفسه قواعد فيها. وليها قيمته، ليها القيمه بتاعته. يا المساله مساله مش معقده ولكن حساباتها معقده. لكن المبدا بتاعها واضح وضوح الشمس. انت قيمتك التسويقيه ايه؟ ايه عناصر القيمه التسويقيه؟ روح ذاكر وتعالى لنا. او تشوف الكابتن احمد حساب ميدو وهو بيتكلم في منطقه تانية برضه محتاجه توضح. هل يعقل ان النادي الاهلي يتعرض عليه في 4 مواسم 660 مليون جنيه عوائد البث، ويتعرض على نادي الزمالك 280؟ خلينا نقول العوائد البث دي بتقاس بايه؟ بتقاس بنسبه مشاهده المباريات، لان ده تلفزيون. هل عدد الناس اللي بيتابعوا مباريات الاهلي اكتر من عدد الناس اللي بيتابعوا مباريات الزمالك؟ كلام غير حقيقي. الناس اللي بتتفرج على ماتشات الاهلي هي اللي بتتفرج على ماتشات الزمالك. الزملكاويه بتتفرج على ماتشات الاهلي والاهلاويه بتتفرج على ماتشات الزمالك. فاذا اراهن ان الفيور شيب او نسبه المشاهده هتلاقيها متساويه. هتلاقيها متساويه. طيب تعالى قول يا عم ان انت راجل بتتكلم بتقول ان لا الاهلي واخد عدد بطولات اكتر وبتاع وكل الكلام ده كله، انا معاك. هل النسبه تبقى كده؟ يعني هل النهارده عوائد البث طب اعرض على الاهلي 500 مليون والاهلي في الاربع سنين والزمالك يا عم 350، قرب النسبه. ده الزمالك عنده جمهور لو عملت 10 استادات هيملاهم. مش هتكلم في مين اكتر ومين اقل وبتاع، روحوا بقى انتوا للحاجات بتاعه الاحصاء. وشركه صله كانت عامله احصائيه عن طريق مركز كوكو للعلوم الانسانيه، كل ده في الهجس في الهجايس. لان كده بالعقل، كده بالعقل نسبه المشاهده بتاع ماتشات الزمالك والاهلي هي اراهنكم. روحوا الاون سبورتس وخليهم يجيبوا لكم السكرين بتاعت نسب المشاهده. لو لقيتوا ان نسب المشاهده بتاعت الاهلي اكتر من الزمالك، خلاص انا 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 خلاص مش هتكلم، مش هفتح بقي. ده نمره واحد. نمره اتنين، خلينا نقول ان انت بتقول على التاريخ ان الاهلي فايز ببطولات اكتر. خلاص يا عم ادي عوائد البث اكتر شويه للاهلي، يعني شويه خلي فيه نسبه وتناسب. هل عايزين تعيدوا استنساخ وكالة الأهرام مرة تانية والظلم اللي تعرض ليه نادي الزمالك في بداية الألفينات لما راحوا وعرضوا على نادي الزمالك 10% ولا 15% من النادي الأهلي بياخده؟ أنا متأكد إن المسؤولين هيعيدوا حساباتهم فيما يخص النسب بتاعت عوائد بس المباريات. ده بقى راجل فاهم، إنما يعني بياخدك في سكة جدلية. ليه؟ هقول لك. هو اساله اون على نسب المشاهده. طب ما هو اون على فكره هي جزء من الشركه اللي بتقدر، هي اللي اشترت، هي القناه اللي اشترت، اللي اشترت بس البث التلفزيوني. فعندها داتا خليتها توزعها بالطريقه دي. يا ميدو اسال اسال. ومش توزعها، اشترت من كل نادي حصه مبارياته. كويس. هي ليش اداتك انت ليه كده؟ لان عارفه قيمه حجمك، عارفه ان لما هتجيب اعلانات بالضبط هيجي في ماتشاتك والحاجات اللي ليها علاقه بيك حتى لو بتهاجمك. عندما يستخدم اسم النادي الاهلي سلبا او ايجابا النسب بتولع الدنيا. واخد بالك؟ فهو بيشتغل كده، بيشتغل على نسب المشاهده اللي تخص اسم النادي الاهلي. قدرها لما الاهلي تفاوض. هو الاهلي ما طلبش، ممكن الاهلي يكون طالب. اصل هي 660 يعني كام؟ يعني حوالي 160 في السنة أو 165 في السنة، حاجة زي كده. فتلاقي الأهلي كان مثلا طالب 250. فالعمل ولا المعايير وكده، لا لا، هي الفير 100 الرقم ده. الأربع سنين 660. أيوه. مبنية على إيه؟ على كل اللي بيقوله الكابتن ميدو. فاطمن واسأل هتجد الإجابة الحاسمة القاطعة. الزميل محمد شبانة حاول ان هو يقول للناس حقيقة الموضوع ايه. نشوفه. العقود والرعاية بتاعت الاهلي. انا مستغرب جدا 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 من
حالة الفرحة الضخمة لجمهور الأهلي من أرقام الرعاية، وحالة الحزن والخناقات اللي في بعض جمهور الزمالك أو حتى الناس اللي بتنتمي لنادي الزمالك من الأرقام، لأن أنا شايف إن الأهلي ياخد أكتر من كده على فكرة يعني. وفي ناس طلعت قالت ده تكرار لما كان تقوم به وكالة الأهرام في السابق، وهعيد وأكرر، بعيد وأكرر، وأنا راجل منتمي لمؤسسة الأهرام على فكرة أنا عضو مجلس إدارة حتى في المؤسسة، أن المؤسسة كانت تكسب من النادي الأهلي أكثر مما كان يكسب النادي الأهلي من المؤسسة، والكلام ده هو الحقيقة، اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه مش عاجبه، دي الحقيقة دون الدخول في تفاصيلها يعني، إنما هي دي الحقيقة. هو يا جماعة إحنا فاهمين كلمة رعاية وبس غلط، ده سوق عرض وطلب. مش هقول لك بقى الاهلي تاني اكتر نادي في العالم كسبان للبطولات 24 وريال مدريد 28، مش هقول لك الاهلي 11 دوله ابطال افريقيا منهم 5 باخر 6 سنين فاينل، مش هقول لك الاهلي كسبان 2 دوله ابطال افريقيا من اخر في اخر 3 سنين، مش هقول لك الاهلي اكتر نادي كسبان بطولات محليه ضعف كل المنافسين المجمعه، كلام اللي بيقعدوا يقولوا الاهلاويه قصاد الزمالك، مش هقول كده، هو مش كد. لكن هل الاهلي الان على الواقع بينه وبين منافسينه مسافات كبيرة في الرعاية؟ السوق بيقول كده. هو لمس على الحاجات الواقعية. ما هو زي ما يقول لك والأهرام كانت بتدي، الأهرام كانتش، الأهرام مشيت جه صلاح إدى، صلاح مشيت جه برزنتيشن إدى، جه مش عارف مين المتحدة دلوقتي هيدي. أي حد هيجي هيروح للمعيار اللي قاله الأستاذ محمد شبانة، الجماهيرية، بير هيد يا جماعة والله حجم المتابعة لأي حاجة تخص النادي الأهلي سلبا أو إيجابا عامل إزاي؟ سلبا أو إيجابا عامل إزاي؟ وبالمناسبة بقى يعني، وهذا حق الزمالك، قطعوا الشركة أو الشركات اللي بترعى الأهلي، حق. أنا عايز أقول بقى الجمهور الأهلي ادعموا الشركات التي ترعى الأهلي، خلصت، عشان الناس تفهم المقاطعة عملت إيه والدعم عمل إيه. خلصونا من الليلة دي، يجب على كل أهلاوي النهاردة يحول على رعاة النادي الأهلي قولا واحدا، عشان الناس تحس انها تستمر معاك بأي ثمن. يا جمهور الأهلي انت في هذا التحدي، انت بتقطور نار تقول له فلان ولا فلان، لا انا بقول لك بقى ادعم الرعاة، لان في على الجانب الاخر دعوة بمقاطعة رعاة النادي الأهلي، لا ادعم رعاة الأهلي، خلي الناس تشوف هل المقاطعة أثرت ولا الدعم أثر، هو ده المعيار. أنا يا جماعة اللي عايز أقوله إن ما هواش بالرغبات، مش بكلامنا، مش بالإدعاءات، مش لأن أنا أهلاوي طالع تفاخر، إنما لأني أنا جمهوري عريض وسوقي كبير، أنا أكبر سوق فيما يتعلق بكرة القدم في المنطقة وفي أفريقيا وفي مصر، أنا أكبر سوق يقدر أي معلن يرتبط بيا يكسب. والأستاذ شبانة قال لك إيه؟ كان الأهرام يكسب من الأهلي أكثر من الأهلي مما يكسب من الأهرام. طيب الأهرام مش الكابتن حسن حمدي، الأهرام دخل 3 مرات في البيدنج في المزايدة ولم ينجح في الحصول على عقود الرعاية كوكالة، لان في جهات اخرى خارج مصر زي صلا خدتها منه، وبعدين داخل مصر مؤسسات ناشئه قويه خدتها منه، وهي مؤسسات ما ندعيش انها يعني بتقيسها الوان قد ما بتقيسها مصالح. فالارتباط في حته الرعايه في حته البث التلفزيوني لها علاقه بالقيمة التسويقية اللي مبنية على حجم الجماهيرية والفاعلية بتاعت هذه الجماهير في الارتباط بالمنتج. ده كلام يعني تأكيد على المؤكد. صدقوني المفروض الساحة الرياضية تكون وصلت درجة النضج شوية، لكن للأسف احنا بنتكلم في بديهيات. أسواق الاقتصاد الرياضي في العالم المفروض الكلام ده كله بديهيات. بيحقوق الرعاية
الانجليز مش مختلفين عليها وهم شايفين الوضع عامل ازاي وارقامهم عامله ازاي. حتى الدول العربيه الشقيقه اللي خدت خطوات شويه في الاحتراف او في استقرار المنظومه الرياضيه اذا كان في السعوديه او في الامارات او في قطر، وان كان في جزء من النظام نضجت وصلت لاستقرار في السوق بتاعها اعلى بكتير من اللي احنا فيه، واحنا لسه كل سنه بنتكلم لورا تاني في جدل. وارجع اقول احنا الذي دعا الى التسويق المنفرد كانت الرابطه برئاسه الاستاذ مرتضى منصور، فهي كانت تجربه. يعني الكلام لميدو، الشركه او القناه اللي اشترت حقوق البث اون تايم سبورتس اللي هو بيتكلم عنها ميدو، هي اللي تفاوضت مع كل نادي على ال 17 مباراه اللي عنده. فانت عارف هي بالظبط حجم كل سلعه، كل نادي حجمه قد ايه في تاثيره، وفي بالنسبه لها هي انه ما يخسرش معاها. قيمت سوقها بهذا الشكل اللي هو بيقول لك على اون تايم. مش هتدي الاهلي عشان تخسر، ما حدش هيدي الاهلي حاجه، ما حدش بيدي الاهلي حاجه ولا حد بيدي حد، السوق هو اللي بيدي. اقول لك ابسطها لك، بتيجي في شهر رمضان بيقسموا الوقت، يقول لك بريميوم تايم. بريميوم ده ايه؟ اللي هو بيتقسم على مدى اليوم. قبل الفطار، ساعة المدفع، الوقت بقى اللي من بعد الفطار للسحور بيتقسم اعلى نسبة مشاهدة امتى. كويس؟ وبعدين ادي البريميوم تايم. طيب في البريميوم تايم ده بقى بيتقسم حسب اقوى مسلسل. الدقيقة بتاعته، نص دقيقة بتاعته، الثانية بتاعته بكام؟ ما يقدرش أي مسلسل يقول لك اشمعنى. انت جربنا ان انت المسلسل بتاعك حجم المشاهده بتاعته بقت مرعبه، فتبتدي تبص تلاقي حتى الخريطه الاعلانيه بعد اسبوع بتتغيرت، بتتغير لان بيبقى كبار، بتروح للراش اور على طول، بتروح بتروح لاعلى. فاليه السوق في مجال الرعايه والبث بيحكمها قواعد اقتصاديه بلا مشاعر ولا انتماءات، سواء في الفن، سواء في الرياضة، في أي برنامج توك شو. يعني في وقت من الأوقات أيام أحداث الثورات والربيع العربي كان البرامج السياسية واكل البرامج الفنية والبرامج الرياضية، كانت هي المكتسحة. دلوقتي لا، رجعنا للرياضة والفن والرياضة بالتحديد. أي دي معايير، دي معايير، ونتمنى أنها تكون وضحت، لأنه الحقيقة شيء مضحك جدا أن احنا نفضل نناقش بديهيات. بس هنقول إيه، نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف مين بقى يتمسك من عظمة لسانه. أهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي حتى وهو بيكسب بيقيم نفسه كويس وبيشوف أخطائه كويس وبيصحح مسيرته باستمرار. عشان كده كان في كلام كتير بعظمة لسانه، ملاحظات رغم المكسب. الحقيقه الملاحظات بعد فوز الاهلي على اسوان 1-0 كانت ابرز الملاحظات من مارسيل كولر المدير الفني، اللي الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي بكل وضوح عن اخطاء الفريق وادائه. يا باشمهندس، شوف يا استاذ ابراهيم، ونحن نتحدث عن الاخطاء النادي الاهلي نتحدث عن ايوه، كان من الامكان افضل مما كان، كان من الامكان افضل مما كان، اي، ولكن هل كان الاداء في جداره الفوز؟ ايوه، الاداء كان في جداره الفوز، بس عشان ايه الناس بتاخد من كلام احيانا امانه التقييم، انك انت مدربك يقول او اعلامك يقول ان الاهلي، لان غيرنا بيستمتع بفوز يعني خاطف ربما مش بأداء كويس وبيتقال على مدربه عبقري وهكذا. لا، في شيء مختلف بيتحقق على أرض الواقع في النادي الأهلي، لكن نقدر نقول إن الأداء الماتش ده أقل من الماتش السابق. أيوه، لأن اتسم بالفردية ورعونة، وهو ده السبب الأساسي، رعونة الميس باس أو الكرات المقطوعة بلا مبرر، واللي هي في الرياضة في التنس يقول لك النسيسري ميستيك، خطأ لا مبرر له. انك انت بتستسهل تعملها كده وانت فيها نسبة مخاطرة انها تتقطع 50-50،
لا لو لو 50-50 دي بقت ضدك هيبقى شكلك مش كويس. طب ما تلعب بالشكل اللي يخليها 70-30 ايوه مثلا. وهو يمكن الراجل يعني لما قال، بس انا ايه عشان ما اقولش كلام يبقى دي ضربه الجزاء اللي تحققت، ودي بتوري لك اصرار شادي على التعامل مع الكره. اه في قوه ومهاره، يعني راح للكره بمنتهى القوه وما خافش اللي جاب البنالتي لمسته بدماغه، اول ما لمس الكره خلاص بص اهي. ايوه هو خدها لمست الكره بدماغه خلاص، لبست الحارس الخطا انه لازم انا هيصطدم بيه. ماشي لا يعني هيضطر يوقفه كده. اه طيب طبعا مؤكد انت هتجيب لنا كلام كولر ولا مش هتجيبه؟ نشوف بقى مارسيل كولر بعد المباراه دي بعض ال ده هدف علي معلول ملك الحلول. اه وبعد كده بقى الفرص اللي ضاعت، لكن مارسيل كولر في المؤتمر حط ايده على عدد من الاخطاء والراجل الحقيقه كان صريح بما يكفي نشوفه. كان ماتش صعب. لعبنا كويس جدا اول ربع ساعه لغايه ما جبنا الجون. وبعدين بقينا نعمل اخطاء كتير جدا، اخطاء في التمرير، اخطاء صغيره كتير، واحنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا وعملنا المشاكل لنفسنا. وبعدين عملنا مشكلة التركيز دي استمرت بقى معانا لغاية آخر المباراة، كمية أخطاء في التمرير، أخطاء كمان قدام في إنهاء الهجمات، وكمان في النواحي الدفاعية كان في عدم تركيز أحيانا في لقطات سببت هجوم علينا أو بعض الخطورة علينا، وقعدتنا لغاية آخر الماتش متوترين بدون داعي. besser miteinander Fußball spielen. Es war nicht schlecht, aber wir müssen es noch besser machen. من كده الفتره اللي جايه على نقطه التركيز وان احنا نلعب كره مع بعض احسن من كده. اه كان في بعض اللقطات في المباراه او الاوقات في المباراه ما كانتش سيئه قوي، لكن مش دي الكره اللي انا عايزها، وانا عايز اوصل لاعلى من كده بكتير. Grundsätzlich ist da die Konzentration verantwortlich und dann ist natürlich da jeder Spieler auch für sich verantwortlich, dass er da versucht, das auf den Platz zu kriegen und diesen Fokus hat dann die 90 Minuten lang. ومشكلة التركيز هي المشكلة الأساسية كانت النهاردة، وهي برضه جزء منها كبير مشكلة اللاعب نفسه. كل لاعب المفروض جوه أرض الملعب عليه مسؤولية تجاه فرقته وتجاه نفسه إن هو يبقى مركز طول وقت المباراة مش أوقات وأوقات. Aber schlussendlich ein 1-0 ist auch ein Sieg und wir freuen uns darüber und das ist natürlich das Wichtigste. في النهاية 1-0 برضه مكسب، وأنا سعيد بالفوز أيا كان، فوز حققناه ونبص للي جاي إن شاء الله. kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Also meine Aufgabe ist, oder ich bin immer so, dass ich von einem Spiel zum anderen schaue und jetzt nicht schon das Spiel Samarek, das habe ich bei meiner Vertragsunterzeichnung schon gehört und dann, ich habe gesagt, okay, aktuell interessiert mich das nicht, das erste Spiel, das nächste Spiel ist das Wichtigste. أنا دايما بفكر دايما في الماتش اللي قدامي، هو أول ماتش اللي جاي هو أهم ماتش ليا، وأنا من يوم ما وقعت العقد كل الناس من ساعة ما وقعت العقد بيكلموني على ماتش الزمالك، فمش عارف كل الناس بتفكر ليه في الماتش اللي بعد اللي بعد الجاي. أنا عمري ما بفكر بالطريقة دي، أنا دايما عندي الماتش اللي جاي هو أهم ماتش أيا كان. Und ich glaube, es ist gerade gut, wenn man natürlich viel laufen muss oder auch die offensiven Spieler, die viel unterwegs sind, viele Wege machen müssen, dass die dann ab und zu mal eine Pause haben, dass sie dann vielleicht im nächsten Spiel wieder frischer sind.
ماتش التغييرات بالنسبه لي ما كانش ليها اي علاقه بماتش السوبر، زي ما انت حضرتك مفكر دايما ماتش بماتشه. لكن احنا عندنا قائمه كبيره وعندنا لعيبه كتير، لعيبه كبيره كلها، فيستحقوا الفرصه، يستحق ان انا اشوفهم واشوفهم في ارض الملعب في ماتشات غير التدريبات. لكن بالنسبه للجزء الهجومي بالذات، اللعيبه عندنا بيمارسوا جري كتير وبيجروا كتير جدا، فبيبقى كويس ان انا انزل دماء جديده تجدد نشاط الفرقه، واقدر ان احنا نلعب احسن في الناحيه الهجوميه، بالذات الناحيه الهجوميه بحب اغير فيها كتير. بالنسبة لأليو ديانج، هو مش عشان خاطر الكم مس باص اللي عمله، ولكن هو حس بشكوى بسيطة في الخلفية. وأنا ما كنتش عايز أعمل أي ريسك ولا مخاطرة خالص إن أنا أخليه يكمل في الملعب، رغم إن هو كان عايز. الموسم لسه بادي، لو احنا بنتكلم على تعب وارهاق دلوقتي طبعا ده مش هنتكلم فيه خالص. الموضوع موضوع في العقليه، قدرات ذهنيه. وانا لسه في مرحله ان انا اعرف اللعيبه اكتر، وان انا اتعرف عليهم وعلى امكانياتهم اكتر من كل النواحي. بالنسبه للمشكله دي انا سمعت عنها قبل كده، وانا هتكلم مع لعيبتي وهتكلم معاهم بشكل منفرد، لان لازم يعرفوا ان ده ما ينفعش خالص. خصوصا لما النتيجه تبقى معلقه 1-0، تفضل قاعد مستني. انت لو مخلص الماتش وجايب اجوان كتير والدنيا ممكن نتكلم في حاجه زي كده ونقبلها، لكن ده غير مقبول اطلاقا تعليق الماتش بالشكل ده، واحنا مش عايزين ده. شوف يعني كلام راجل مسؤول وراجل شايف ان التارجت بتاعه في حته اعلى من اللي بيحصل. يعني الجمله اللي قالها وعجبتني جدا، قال هناك بعض الاوقات الجيده في المباراه ولكن مش دي اللي بتسعدني. انا تقييمي ان نقدم افضل من هذا بكثير، ده انا بقوله. لم يعني هل كان في الامكان افضل من مكان مؤكد، ولكنه ايضا رجع للواقعيه، كسبنا الماتش ودي حاجه جيده في حد ذاتها، لان انت عندك هدف استراتيجي من كل مباراه بتحققه من خلال اداء تكتيكي. الهدف الاستراتيجي انك انت في صراع القمه تحقق الفوز اللي هو يسمح لك بالاستمرار والمنافسه. قال حاجه مهمه جدا، قال اللعيبه بقى كل واحد دماغه لازم يكون هو مع نفسه عارف، يعني لان انا مش هعرف يعني افكر بنيابه عنهم، لكن كل واحد عارف يفيد فرقته ازاي ويفضل مركز ازاي عشان ما نوقفش في الموقف المهتز اللي مش على وتيره واحده ده، احيانا اجاده واحيانا يعني اداء سيء او في عشوائيه، لانه ده محفوف بالمخاطر. نتيجه 1-0 انت بتقول لي نتيجه هي بيسموها اسوأ احسن نتيجه، لانها في اي لحظه ممكن تروح منك، وده اللي ضيع الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت تحديدا. كل ماتشاتك كنت متقدم فيها، كل الماتشات اللي تعادلت فيها انت كنت متقدم فيها. ده انت ماتش الجون يا راجل هناك 3-1، اتعادل 3-3 في اخر 5 دقائق. فعدم التركيز، اللعيب يفكر انه بيقدم نفسه بمهاره بمهارته الشخصيه، فبيفكر في نفسه اكتر ما يفكر في الفرقه. فالجمهور بعد شويه هيحبك انك لعيب مهاري، لكن بعد كده هيسحب هذا الدعم لانك ما انتش بتلعب مع زمايلك. يتكرر الامر انك تلعب فردي فردي فردي، لا مش هينفع. فلعيب النادي الاهلي بالمسؤوليات اللي عليه يجب ان يكون فكره مختلف. عشان كده فكر مختلف ده تاكيد برضو كولر، قال لك انا مش هقدر ادخل في دماغات اللعيبه عشان اعرف هم بيفكروا بايه ولا مشغولين في ايه، لكن هو في النهايه انت بتتكلم على لاعب محترف عارف اهميه المباراه وعارف ظروف المباراه والتوقيت بتاعها. الحلول الفرديه او الرغبه في تحقيق حاجه للذات على حساب الفريق دي كانت مؤثره على بعض اللعيبه في بعض القرارات، كان ممكن يباصي افضل
في لعيبه زمايله في في مواقع احسن وعندهم فرص تسجيل احسن تطمع وتشوط، فبالتالي بتضيع الفرصه. كان ممكن في البدايات بالذات بشيء من التركيز اللي الخواجه بيتكلم عليه كنت تحسن بدري بدري، تكسب 2 و3 من بدري. يعني تحديدا هو قال لك احنا يعني صبرنا لغايه لما صعبناها على نفسنا. طبعا اه تحديدا يعني حسين الشحات انا في رايي عامل ماتش طيب، لكن جات له فرصه كان من الممكن انه يمررها. وقفشه وقفشه نفس الشيء يعني، واحمد عبد القادر نفس الشيء اه ها وبرونو نفس، كل واحد فيهم كوره او اتنين فكر في نفسه مش للفرقه، تصور انه يقدر يجيب جون صعب او حلو او صعب، في حين ان في جون حلو، جون الحلو جون المضمون. اه طبعا على فكره احلى جون في رايي انا هو جون التقليدي اللي نتيجه العاب منطقيه، اه جون سهل يجي بطريقه سهله، ده اجمل جون. كانت هذه النزعه الفرديه هي اللي سببت فقدان التركيز، سببت هذه الاخطاء، لكن كويس ان الراجل في المحاضره الفنيه بتاعته النهارده كان صريح جدا مع اللعيبه على كشف كل الاخطاء، اشتغل بالفيديو، بدا يحط ايده على كل الاخطاء اللي بتحصل في المباريات، وده كويس لتصحيح الاداء ورا بعض على طول. طيب دكتور طه اسماعيل عن مان اوف ذا ماتش، مين رجل المباراه نشوف دكتور طه، من هو رجل مباراه اليوم؟ هو دايما انا اختار طبعا حمدي فتحي اخذ الجائزه بتاعه الرابطه في الملعب يستحقها، لكن انا دايما بختار اللاعب اللي بيسجل اهداف الفوز، ان كره القدم هي اجوال اهداف. معلول عمل باصتين ثلاثه اختراقيه لزمايله اسيست جايز ما نجحتش ما نجحوش في التسديده، لكن سجل ضربه الجزاء، ودي برضو من ضمن الحاجات المهمه ان يبقى اللعيب عنده الامكانيه ان هو يسجل اهداف لفريقه، وده الهدف الوحيد. طيب يعني انا بفضل اللعيب يعني معلول على اعتبار ان هو سجل هذا الهدف، وفي نفس الوقت عمل برضو اسيستات لزمايله ربما لم تثمر منهم هم، لكن هو يعتبر حقيقة معلول واحد من افضل المحترفين. نعم. اللي جم مصر خلال اخر 10 سنين. نعم. يعني محترف، هو الراجل قال المعيار بتاعه، رغم انه في تحليلاته يقول لك التقييم عندي بالنسبه لي مش 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 الكره مش اجوال، لا الكره اداء وتكتيك وفكر وجماعيه وكده، لكن لما يجي يختار بيختار بمعيار اللي كان احد اسباب الفوز بشكل مباشر. لكن هو راي اللجنه اللي بتدي المانحه لجائزه افضل لاعب كان مختلف، لانه الكابتن ابراهيم الاستاذ ابراهيم فايق قال المعيار ايه، بيجيبوا محللين شغلتهم يشوفوا كل واحد عمل ايه بالارقام، واللي بياخد اعلى رقم هو اللي مان اوف ذا ماتش. الجائزه دي راحت في المباراه دي لحمدي فتحي واظن انه استحقها، مؤكد انه بذل مجهود كبير. طيب الكابتن وليد صلاح الدين ورؤيته للاداء نشوفه. بص هو في كذا تحدي بيقابل مستر كولر للامانه، هو الراجل لسه جاي واحنا الموسم لسه في بدايته، فالراجل محتاج وقت انه يتعرف على قدرات لاعبي النادي الاهلي علشان يقدر يثبت فريق، ادي نقطه، ده تحدي صح. فانت هنا طبعا الله يكون في عونه، بس التوقيت هو اللي وحش بالنسبه للنادي الاهلي، لانك داخل على مباراه ببطوله مهمه ومؤثره، لكن احنا لو ما فيش مباراه السوبر الراجل ياخد وقته، طالما بتكسب، وطبعا في قاعده معروفه ان انت طالما بتكسب وانت بتحسن وانت بتكسب دي سمه الفرق الكبيره. يعني ما عنديش مشكله ان انا ابقى وحش لكن بكسب. أيوه. وطول ما انا شغال في التدريب بيتحسن طبعا صح. فالنهارده انت مش متاح وقت انه يجرب كل الناس، فبالتالي انت بتدور على التجانس اللي هو اصلا مش موجود في تيم كبير. هو محتاج قد ايه يعني عدد ماتشات قد ايه عشان يقدر يستقر على الرباعي الهجومي؟ حلو السؤال ده، بس عايز اقول التحدي التاني الاول. طب. اللي هو فكره اهدار الفرص. اهدار الفرص ده تحدي بقالنا بقول لك فيه 4 5 مدربين، اخر 4 5 مدربين للنادي الاهلي كلهم بيقولوا نفس الكلام في المؤتمر. بنصنع فرص كتير وبنضيع اهداف محققه. أيوة. وده احنا بنشوفه على ارض الواقع النهارده كان باين، لكن النادي الاهلي هل انت بتشوف، انا بس عايز اجابتك على السؤال. اللي هو فكره هو محتاج كم ماتش يا كابتن وليد عشان يقدر يستقر على الرباعي الهجومي الامثل؟ محتاج يعني مش اقل من خمس ست مباريات. خمس ست مباريات
وبعدين كده نتكلم ممكن. طبعا لكن بعد ماتشين ثلاثة حتى احنا بنقول على انضباط الفريق، انضباط الفريق تكتيكيا منضبط، بس على مستوى القرارات الفردية محتاج الانضباط الفردي بقى، ان القرار يبقى قرار لصالح الفريق. ومؤكد انه كولر طوى صفحة المباراة بتاعة أسوان، دخل بلاعبته من النهاردة مع كابتن سيد عبد الحفيظ في مود التركيز الشديد في مباراة السوبر. بعد الفاصل كلام مهم. طوينا صفحة أسوان، صفحة الدوري، وفتح الجهاز صفحة السوبر، ويسافر صباح الثلاثاء إن شاء الله تعالى بسلامة الله غدا. لا للإعادة صباح الثلاث لمدينة العين الإماراتية اللي في استادها الزعب بن زايد، هتستضيف مباراة السوبر الساعة 7 مساء الجمعة الأهلي والزمالك إن شاء الله تعالى. لا يبقى إلا موقف أليو ديانج لاعب الوسط، حتى الآن الجهاز الطبي ما قالش قراره النهائي بشأن إصابة كان تعرض لها امبارح بإجهاد في العضلة الخلفية، لكن فيما عدا ذلك الكل جاهز وانت مسافر خير. ربنا يستر ان شاء الله. طبعا يعني انت عارف رايي في بطولات المباراه الواحده دي بيبقى قاعده لان قد ايه. لكن بالنسبه لأليو ديانج، يعني ان تحرم من أليو ديانج، وانت خلي بالك حتى الشيخ طمبا بيسال المستكاوي كابتن الاستاذ المستكاوي، قال لك ان خط وسط الاهلي واقوى الخطوط، لما أليو ديانج الماتش اللي فات افضل لاعب، والماتش ده حمدي اللي قبليه أليو ديانج، والماتش اللي فات حمدي فتحي، وبعدين هناك شكوك قويه حول مشاركه أليو في السليه ما شاء الله عليه. يعني بص باذن الله الاهلي هيلاقي الحلول، لكن ليه كل ما تيجي تطمن على اللعيب ما تلاقوهوش، يعني حاجه برضه غامضه يعني. وهو كولر قال لك انا سحبته، مش هو كان عايز يكمل، بس انا سحبته لان انا مش عايز اضحي بيه. مدرك اهميته، ده التدريب بتاع النهارده. مدرك اهميته، فانا يا رب نتمنى انه يعني يلحق، لكن لما الحشي يبقى هنعرف بطريقه اللعب ان احنا نحل الموضوع، والبدلاء على راي كابتن احمد حسن هم افضل لعيبه في مصر موجودين في النادي الاهلي. فالبدلاء هيكونوا على حسن الظن باذن الله. يعني الماتش ده استاذ ابراهيم السوبر، الناس يعني هو الراجل حتى في المؤتمر قال لك ايه، انا من ساعه ما جيت بيكلموني على ماتش الزمالك. طب انا بفكر في الماتش اللي جاي، هو اهم ماتش بالنسبه لي. طبعا. مش هقعد افكر في ماتش لسه ميعاده ما جاش، لكن معنى ان الناس كلها بتساله واصل له وصل له الا كل كوم والماتش ده كوم. وهذا هو مشكله الدربيات على مستوى العالم، بتتاخد في حته لوحديها. جماهيريه وبتخش بقى في 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 تنظير وتحفيل وقافه الرياضه التحفيل. نتمنى النادي الاهلي انه يقدر يعني يحقق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه، عشان برضو هتدي نوع من الاستقرار المعنوي للجمهور وللفرقه وله هو نفسه كولر. فكمان انت احنا عمالين نقول جماهير الاهلي في كل مكان وراه، مع انت عندك جمهور هناك انا متاكد ان هيبقى عند الموعد يعني ان شاء الله. باذن الله يعني. فنتمنى التوفيق لحليفنا، واتمنى هو يقدر يقدم من المباراه دي تاكيد على الانطباع الجيد اللي الناس واخداه عنه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للفريق باذن الله في لقاء السوبر. طيب مع كل الجدل اللي اثير حوالين التحكيم، صحيح ان المساله بتقل، الاخطاء بتقل، انما كانت مباراه الزمالك الحقيقه مع سيراميكا كليوباترا، واتكلمنا قبل كده ان المشكله بالنسبه للتحكيم في التعيينات، لما بيبقى في تعيين لحكم معين على خلفيه معينه لمباراه معينه اعرف ان هي رايحه فين. عشان كده الحكم الدولي محمد معروف الراجل معروف،
هو استاذ ابراهيم بس عايز من البدايه كده المشكله احنا بنسميها اخطاء وانا سالفت قلت لك لا دي مش اخطاء دي نوايا دي مشاعر التحكيم بالمشاعر اخطر ما يتعرض له التحكيم واخطر ما تتعرض له اي مسابقه واخطر ما تتعرض له العداله الرياضيه لانك انت في هذه اللحظه بتنسى انك انت راجل وتريد ان تتمتع ب يعني بحصانه القاضي وانت لا تملك ضمير القاضي النموذج اللي انت هتقوله دلوقتي ده كل سنه بيقدم الدليل على ان صفارته صفاره بالمشاعر الملونه قدم لنا الدليل طيب بصوا السنه الموسم اللي قبل اللي فات كان الكابتن محمد معروف بيحكم مباراه الزمالك والانتاج الحربي هو المشاعر الملونه للمهندس عدلي بيقول عليها انك تلاقي الحكم بصوا كره بص على الحكم الحكم بيقفز مع الفرود يلا حطها بصوا عايش اللحظه بصوا الكره دي جت جول كل الناس اتكلمت ساعتها انه ازاي حكم فعلا بس هي دي حاله لا شعوريه لا شعوريه زي بالظبط لما جاب اللي مشاعره لما مستر جوسيه قال انت يو كيك مي 3 تايمز وانت قاعد مثلا مع اللعيب مشاعرك بتاخد هو بص الكره بتتعمل هو بيقفز مع الفرود يلا حطها كده طيب القصد فين بقى لما يبقى في مشاعر معلنه بيحتفل مشاعر معلنه الراجل يلا ده انا بلعبها معاك على راي الكابتن حسين مدكور الله يرحمه وهو بيعلق او الراجل يعني بيعمل جامب ده لما الكابتن سمير عثمان يقول له حب نفسك اكتر من اي حد طيب دي كلمه هنا بقى لما يبقى في خلفيه بهذا الشكل ينفع احطه لمباراه للزمالك وصدقوني بكل الصدق لو هو كشف او اي حاجه كشف عن مشاعره او عواطفه تجاه الاهلي خطا جدا انك تحطه الماتش الاهلي لانه مش فير ابدا ظلم للفريق الاخر وظلم له هو نفسه ظلم هو له هو نفسه ظلم للعداله يا ما تطلبش منه فجاه هيدوس على مشاعره وعواطفه ابعده ازاي انت بتكرروا الماتش للزمالك بقول لكم لو كان معلن تعاطفه مع الاهلي بالشكل ده لا ما يجيش للاهلي عشان كده امبارح كان الغريب جدا جدا لعيب عنده انذار زكريا الوردي عنده انذار الانذار الثاني هو قدام عينيه هو حسب الفاول يعني هو اقر وقوع الخطا وحجمه واضح جدا قدامه حط ايده على جيبه وبعدين افتكر النطه بتاعته وراح مطلع مخرج ايده كل الناس لمته عشان لعيب واخد انذار اول طبعا كان هيطرد شاف انه المفروض يطرد زكريا الوردي راح شايل ايده على فكره كل الناس لمته انما هيفضل الكابتن سمير عثمان ينصح الكابتن محمد معروف النصيحه اللي مش عايز يعمل بيها دي تاني مره اقولها له نسمعه نشوف الحالات عندنا اول حاله قرار سليم انذار زكريا لاعب نادي الزمالك للعب بتهور بالشكل ده تهور في الدقيقه 40 ونص كان قرار سليم من حكم المباراه محمد معروف اسوأ لعبه في الدوري هنشوفها دلوقتي في الدقيقه 41 فاول على مسافه محمد معروف حط ايده على صدره يعني هيطلع الانذار الثاني كره زي دي لازم الحكام يحبوا نفسهم بس ما يحبوش على الثاني صح كره زي دي هجمه واحده وانت يا محمد رايح تدي الانذار حطيت ايدك على جيبه هتطلع خلاص والله لو اللجنه بتقول لك كده تبقى اللجنه غلطانه جدا لان ده انذار صح ما ينفعش ما ينفعش حب نفسك وده كلام لا انت حب صورتك حب نفسك انك تكون عادل لا كمان احترام الناس لصفارتك طبعا احترام الناس لقراراتك بقول لك كان الكابتن حسين امام عم حماده امام كان بيحكم ماتش الاهلي والزمالك وكان الراجل نموذج للاحترام ايوه الامبراطور كان مسمينه الامبراطور عشان كده المسيطر على مشاعره تماما ومسيطر على نجوم ايه بقى؟ مين اللي كان ده؟ كان صالح سليم ورفعت الفناجيل وفي الناحيه الثانيه حماد امام ورأفت عطيه ربنا يعني يرحم الجميع انما هو كان ادي الصفار لانه كان حابب نفسه. انا عايز الناس تذكرني بايه؟ هتروح تحتفل مع
في البيت مع اصحابك الزملكاويه ده موضوع تاني، لكن ما تدفعناش فاتوره مشاعرك ونخش في بقى تفسيرات الاحتواء والالتواء والبروتوكول والولاي الحقائق، والراجل اللي ابتدوا من دلوقتي عايزين يطيروه عشان بس الدوري ظبط اسبوع، من تاني اسبوع عايزين يطيروه. يا كابتن معروف، طب سمير عثمان الراجل محلل، طب ما تشوف ميدو نجم الزمالك اللي انت تغاضيت على هذا القرار بالنسبه له قال لك ايه. الكره دي لو مش انذار تاني وطرد لزكريا الوردي يبقى ما فيش حد في مصر كلها بيفهم كره. الكره دي انذار تاني وطرد ما فيهاش كلام. الزمالك محظوظ انه كمل المباراه ب 11 لاعب. يعني محظوظ بوجود محمد معروف. هو قال لك كان يستحق الطرد، قال لك محظوظ انه كان. ده الكابتن جمال غندور له تعليق اقصى من هذا، يعني يا رب تجيبه. طب الكابتن جهاد جريشه، يعني ما هو برضه من خبراء التحكيم، كابتن جمال غندور كتب تويته قاسيه كمان، لكن جهاد جريشه قال رايه برضه نسمعه. الكرة طلعت من لاعب سيراميكا، والراجل دخل بتهور واضح وانذار مستحق وقرار سليم من محمد معروف. طيب الدقيقة 43 بعديها بدقيقتين على طول اللعبة دي يا كابتن ابراهيم، تدخل بتهور من زكريا الوردي مرة تانية وفي أقل من دقيقة، وفي نفس الوقت في هجمة واعدة لنادي سيراميكا، وبالتالي كان انذار وجوبي. انذار وجوبي يعني كارت احمر، انذار تاني وكارت احمر لزكريا الوردي، وده طبعا يحصل في دقيقه، يحصل بعد 30 ثانيه، ده مش حسابات التحكيم خالص. في الاخر ما يقدرش حكم الفار يتدخل في اللعبه دي، ليه؟ لان ده الانذار التاني مش الانذار الاحمر المباشر، وبالتالي بروتوكول الفار يمنع حكم الفار من التدخل. وانذار مستحق لزكريا الوردي، انذار تاني وطرد، كان الزمالك هيلعب الشوط التاني بالكامل ناقص لعيب، وده قرار مؤثر جدا في المباراه. بص يا كابتن ابراهيم، اول ما تخش الحسابات في التحكيم الدنيا بتبوظ. الله، يعني مفيش احتواء؟ اول ما بتخش الحسابات في التحكيم الدنيا بتبوظ. عشان كده بقول لك مفيش اخطاء. ما 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 مساله انك تسميه اخطاء ده منتهى التجاوز على الحقيقه. ده احتواء وبروتوكول وماشيين بنفس النظام. ومشاعر. دي مشاعر. ما مشاعر وتروح تسميها ايه؟ وقت دي اداره للصفاره. لا، اللجنه دي مش هتقول له اداره يعني. لا، ما هي اداره يعني ايه؟ ما سيبك من العداله. شغل مشاعرك. دي وقعت مشاعر بشكل واضح وصريح، واتكلم عنها ايضا الزميل محمد شبانه كقرار مؤثر في المباراه، نشوفه. يعني الزمالك وسيراميكا في ظلم كبير جدا في موضوع زكريا الوردي، طرد ما فيهاش هزار، حكم محمد معروف بيهزر. وانا ابرز سمه في الحكم الشجاعه، عمرك ما هتبقى حكم قوي، ولا عمرك هتبقى حكم يعني قيمتك عاليه، ولا هتبقى من الصفوه الا لو عندك الشجاعه. طول ما انت عندك حزمه الالوان لا يمكن ومستحيل ان انت هتبقى من حكام الصفوه. فطرد زكريا الوردي واجب، الراجل ما صدقش بريرا غيره على طول الحقيقه بين الشوطين، يعني ما لا زكريا الوردي مره في اتنين ما بيطردش، فالراجل قال لك بس لو سبته دقيقه والناس بين الشوطين اكيد مسكت الحكم عاتبته زمايله او هنا او هنا، انما هو طرد. يعني طرد، وطول ما في حزبه الالوان. وخلي بالك محمود معروف ده، محمد معروف هو غير الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت، لانه ظلم الاهلي في ماتشين وجامل الزمالك في ماتشين، هو بصفارته على نفس الوقائع. يعني اللي لغالي الاهلي حسبه للزمالك، فحول مسار البطوله. واللي عايز يناقشني يطلع الماتشات ويشوف اجاييه كان له ضربه جزاء وما اتحسبتش، ويشوف زيزو كان له ضربه جزاء واتحسبت، يعني نفس لعبه اجايه واتحسبت بعديها بماتش. وطبعا يعني هتعدي السنين وما حدش هيفتكر الكلام ده، انما هيفتكروا النتائج في النهايه. فمن الخطوره ان يستمر هذا الوضع
وهم بقى الحرب على كلاتنبرج ايه اللي هي يا استاذ ابراهيم؟ لان الراجل بيحاسب على الكلام ده. هو مش عايزين كده. هم مش عايزين كده. طيب الكابتن توفيق السيد ايضا عن مشكله التحكيم بالالوان، وانا بقول لكم ده اخطر ما في الموضوع، لانه كابتن محمد معروف فوق اللعبه وشافها وحسبها ومد ايده على جيبه، وبعدين افتكر نطته راح شايل ايده. هنا الالوان، هنا العواطف، هنا المشاكل، وهنا راي الكابتن توفيق السيد. انا عايز اعرف زكريا الوردي اتطرد ولا لا؟ قولا واحدا قولا واحدا طبعا حاله طرد مستحقه. ايه اللي يخلي حكم ما يطردش يعني؟ ايه اللي يخلي معروف وباين زكريا الوردي اكتر من كوره انه بيلعب بخشونه وبعنف شديد جدا؟ ايه اللي يخليه ما يطردش يا كابتن؟ هقول لحضرتك على حاجه، لدرجه ان في لقطه حسيت ان هو كان هيمد ايده وشالها يرجعها. هو عمل كده فعلا يعني؟ طب ليه هو عمل كده فعلا؟ انا بشوف ده تصرف غريب الحقيقه. اعتقد يا محمد اللعبه سهله جدا، كان لابد عليك ولزاما ان انت تطلع الكارت الثاني. انا النهارده في حاجه مهمه جدا يا استاذ محمد محتاج ان انا اقولها. احنا نازلين نحكم، او المفترض ان الحكام نازله تحكم طبقا للقانون، طبقا مش للالوان. المفترض ان الحكم يدير المباراه زي ما قلت لحضرتك طبقا للقانون. حاله طرد مستحقه تماما ولا من وجهه نظر انها اثرت على نتيجه المباراه؟ النهارده لما فريق يلعب منقوص شوط كامل او 45 دقيقه او 48 دقيقه طبعًا. اعتقد الوضع ممكن يبقى مختلف طبعا، خصوصا لعيب في نص الملعب وهو حتى بيريرا غيره بين الشوطين، يعني حس ان هو عارف انه هيطرد. المدرب نفسه حس. تمام. شوفوا يا جماعه، مقاله كابتن توفيق السيد لا يختلف عن مقاله كابتن جهاد جريشه، لا يختلف عن مقاله الكابتن سمير عثمان، لا يختلف عن مقاله الكابتن ميدو، لا يختلف عن مقاله الكابتن خالد غندور. اذا اجماع، وكلهم استخدموا نفس اللفظ. ده دليل ان شهره هذا الحكم في الوسط ان انتمائه معروف. ومش انتماء جمال غندور. جمال غندور. انا قلت ايه؟ خالد. اوه. انتمائه معروف. انتمائه معروف. مشهور بقى، ما كل واحد كلمه في الحته دي. ما تحكمش بالمشاعر، ما تحكمش بالالوان، ما حب نفسك اكتر. اذا الراجل ما بيخبيش دقنه، يعني زمار ما بيخبيش دقنه. فانت المشكله بقى انك انت تفصل الدوري باتنين ثلاثه من النوع ده، تلاقي نفسك لماتشات معينه يخلصوها. خلص الدوري كده. هو ده على فكره اللي رعب الجماهير. جماهير الاهلي مش خايفه من الاداء بقدر ما خايفه انك انت مهما تعمل هيتعمل فيك ايه. لكن ربنا يسهل انك انت تقدر تحسم الامور برضه بقوتك الذاتيه. طيب هنطلع لفاصل اخير، وبعد الفاصل ايضا تفاصيل مهمه. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه علاقه اللعيبه بانديتها خاصه الانديه الجماهيريه المساله مطروحه للنقاش والجدل، خاصه لما يبقى اللاعب او النجم او المدرب خالي شغل مش شغال دلوقتي، فيبقى باستمرار علاقته مع ناديه الاصلي محل ضغط من الاعلام. في ناس كتيره بتبقى متمسكه بثوابتها وباخلاقها وبطبيعتها، فبالتالي ما بتفرقش معاها هي شغاله ولا مش شغاله، وبتبقى موضوعيه شويه او امينه كمان على المكان اللي اتربت فيه واللي ليه فضل عليها كتير. وفي ناس المصلحه بتجرفها فبتروح في السكه الثانيه، ان شاء الله تروح في الاتجاه العكسي من النهر، وتفضل تحدف طوب و و و و، وفي الاخر ما يمنعش برضه كلمه كويسه الكيان و و وهكذا. انتوا اعتقد متابعين المشهد العبثي ده. لكن الصنف الاول كابتن ضياء السيد، الراجل مش شغال في الاهلي، وما من مره يسال عن الاهلي الا وتلاقي رايه فيه قدر كبير جدا من الامانه والاخلاق والعلاقه. نشوف. بتابعك في كل البرامج كابتن ضياء، ورغم انه البعض مش بيحاول يستفزك او يكلمك على النادي الاهلي وكابتن ضياء وخارج النادي، انا نفسي بسالك نفس الاسئله دي، لكنك واخد موقف واضح ومحدد. انا موقف منطقي. منطقي. انا دخلت النادي سنه 74. نعم. كل الناس اللي موجوده دي انا زملتها. نعم. كابتن الخطيب تحديدا مثلا. نعم. انا زملته، يعني اتشرفت ان انا ابقى زميله في. نعم. كنا بتفرج عليه واحنا ناشئين. فتربينا على ان احنا نشوفهم.
وبعد كده لعبنا مع لعبت معهم 5 سنين. نعم. فوجهة نظري اللي بحب النادي الأهلي، أنا مهما اختلفت مع النادي الأهلي لكن بحب النادي الأهلي لأنه كابتن خطيب موجود، قبليه كان محمود طاهر، حسن حمدي، كابتن صلاح سليم شت الفريق مرتدي، هو النادي مش هو الشغل مش هو اللي هيربطني بالنادي الاهلي. اتمنى التوفيق لكل الناس طبعا، واتمنى ان النادي الاهلي يكسب ويبقى ياخد البطولات طول الوقت. فده منطقي جواك. في ناس مش حابه ده او في ناس حابه ده، حتى اللي انا اعرفهم ومش على وفاق اقول لهم احنا تبع النادي الاهلي وحصل وكلنا وعشنا فرحنا ببطولات وعشنا حزن مع بعض في اوقات احنا في ناس ماتت بقى في وسطينا. ايوه صحيح. فيعني كل ده ما يجيش على خناقه. عجبتني كلمتك انه مش كل الناس هتشتغل في النادي الاهلي. لا، ازاي النادي الاهلي يستوعب جمهوره كمشجع، يستوعب حرص المنتمين ليه، لكن مش هيستوعب ان انا اشغل كل الناس. كل الأعداء. بالعكس، ده اللي اشتغل مننا احنا ندعمه. انا وانت اتجوزنا ازاي؟ من النادي الاهلي. وانا اتجوزت من مكافاه الدوري والكاس. صحيح. جات لي دعوه من الشيخ حمد لكاس العالم عشان انا من النادي الاهلي. فكل الحاجات دي مرتبطه بيه. هو لخص الليله، ما يجمعني بالاهلي الحب وليس العمل. احنا بنحب النادي الاهلي لان كلنا هو اي واحد فينا ارتبط بالنادي الاهلي بقى حاجة مهمة ما كانش هيكونها لو بعيد عن النادي الاهلي. فمن النهاردة عشان انه احنا نقعد ناخد مواقف سلبية لمجرد ان مش يعني مفيش علاقة بتجمعنا في العمل، هو قال لك الحب وليس العمل. استاذ ابراهيم، دي كلمة بليغة جدا الحقيقة. على الناحية التانية، وده كان اللي انتوا هتشوفوه ده بمناسبه كلام الكابتن جمال عبد الحميد، لدرجه ان الكابتن بدر حمد طلع قال له يا عم انت مشيت من الاهلي والحكايه دي فات عليها 40 سنه، ليه دايما تحط الاهلي في كل جمله؟ بالمناسبه الكابتن جمال عبد الحميد اتكلم على جزئيه اشمعنى لما لعيبه الزمالك وابناء الزمالك يروحوا قناه الاهلي يبقى دي روح رياضيه وانه مسؤول النادي الاهلي هايلين وبرافو ومحتويين الناس وعلاقاتهم كويسه، ولما يحصل العكس يبقى في اساءات. لا، الاساءه في المساله كلها فيما يقال، مش بيتقال فين. لا، مفيش، هي دي المشكله. مفيش حد من نجوم الزمالك. لكن لم تحدث مره واحده ان قناه الاهلي ظهر عليها اي كابتن من كبات النادي الزمالك ونجومه وتلفظ بلفظ واحد مسيء في حق نادي الزمالك. هذا لم يحدث مره واحده، ولا مره. لا كابتن طه بصر الله يرحمه اللي كان بيحلل، ولا كابتن محمود الخواجه اللي جه ضيف مع كابتن مصطفى عبده، ولا كابتن حلمي طولان اللي استضيف اكتر من مره، ولا ولا ولا. لم يحدث هذا على الاطلاق. واعتقد اخر حاجه كان الكابتن حلمي طولان الرجل المحترم جدا لما ساله الكابتن شوبير عن الاهلي قال ايه؟ لو طلبك الاهلي، يعني لو النادي الاهلي قال لك كابتن حلمي احنا يسعدنا ان انت تبقى مدرب النادي الاهلي، ولو طلبك نادي الزمالك مش فاهم يعني الاهلي قال لك انا عايزك تدرب النادي الاهلي، ده شرف كبير جدا يعني. شرف كبير جدا لادعيه. والنادي الاهلي ده عمل مدربين كتير يعني. نعم. خد بالك، وكان سبب في شهرة مدربين كتير. ده صحيح. جدا ده صحيح. طبعا حوافق فورا يعني، ما فيش شك يعني. طيب. بالرغم من ان النادي الاهلي برضه مليء بابنائه المدربين. نعم. الكبار يعني. نعم. اللي يستحقوا انهم يبقوا موجودين يعني. وكابتن جوهري ما هو راح مرن الزمالك، ما حدش يعني اللي اختلف مع كابتن جوهري اختلف على موقف سنه 85. ايوه. لكن انك انت تبقى كمدرب محترف تجد فرصه في نادي وانت بالصوت ومش بتشتغل، لا هتروح وهتخلص في عملك جدا، بشرط عدم الاساءه للنادي اللي انت صاحب فضل عليه. بس يعني طيب الحقيقه بمناسبه لجنه الحكام، واحنا لما بنتكلم على واقعه محمد معروف بنتكلم على سياسه التعيينات، لانه الحقيقه لما تلاقي احد الحكام السابقين الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الراجل يتكلم بمنتهى الوضوح في صدى البلد، انتم متخيلين انه لجنه الحكام توقفوا عن مباريات الزمالك تحديدا ليه؟ نشوف. قلت في التغريده بمناسبه طرد طارق حامد في الدوري السعودي
لازم نذكر لجنة الكابتن وجيه أحمد بالخير، عشان بعد اللقطة دي توقفت عشان حذرت طارق حامد بعد ما اعترض بشكل غير لائق في الدقيقة 9. نقطتين عن إدارة التحكيم أتحدث. فاكرين احنا اللقطة دي كانت من موسمين، مباراة الزمالك مع أسوان، الونش كنت انت بتحذره، طارق حامد ما ظهرش في الكادر لكن عرفنا لاحقا ان هو كان بيكلمك فانت كلمته في النقطة او اشرت ليه بالطريقة دي. ما تحكي لنا ايه اللي حصل وقتها؟ هو مبدئيا قبل ما ادخل في الحكاية انا عايز اقول لك ان مش انا لوحدي اللي تعرضت للموقف. وانا مش اول واحد، على سبيل المثال كمان كان قبليه الكابتن احمد حسام طه تم ايقافه لانه هو برضو عمل نفس الموقف بتاعي او التصرف بتاعي والتعامل مع اللعيب بالشكل ده وقال له لا هنبعدك شويه عن مباريات الزمالك. كان ليه؟ كان عمل ايه؟ كان ايه القصه؟ كان برضو نفس الموضوع، اللاعب بيتكلم معاه بشكل غير لائق فهو بيقول له يعني ما تتمداش. كان عني لاعب هو لا. اعتقد كان الونش برضو تقريبا. الونش صح. اللي حصل بالظبط انا كنت حسبت فاول على الونش فطارق حامد كان بعيد جدا كان واقف جنب الحكم فابتدى يشوح ويزعق ويعترض بشكل غير لائق فانا مسافه بعيده جدا كل اللعيبه سامعه فقلت له وهو جاي بقى بيقرب عليا قلت له ما تفكرش تيجي ما تقربش عشان لو قربت هترجع بالانذار فما تقربش وكنت بتكلم مع الحكم قلت له ما تخليهوش يجي عشان لو جه هرفع رايه وهخليك تديله انذار فما تخليهوش يقرب هنا ده اللي كان الحوار. بعد ما خلصنا انا عايز اقول لك على حاجه، بالمناسبه كابتن وجيه احمد كان هو مراقب المباراه وكان موجود في الملعب. تمام. عرفت بعديها ان في الاستوديو في قناه الزمالك انتقدوا اللعبه وانتقدوا الحدث. اتوقفت في الاخر؟ شهر. يعني هل ده معقوله لما الحكم يحب يطبق القانون ويحافظ على شكله واحترامه وفي ازاء لعيبه بتشوح له او بتكلمه امال ليه لما لعيب بيتوقف وهو داخل اوضه اللبس عشان بيشوح ولا من نادي الاهلي؟ ده كابتن حسام عاشور مره سقف وهو داخل بعد الماتش لمحمود عاشور توقف بعد الماتش وكابتن حسام البدر اتطرد عشان بص. لا بصة حسام دي كانت بصة جنان. لا كان لازم. طيب احنا دهمنا الوقت للاسف، لكن الكلام في التحكيم كله هدفه وانتم بتبداوا تجربه جديده مع كلاتنبرج وفروا للراجل الظروف المناسبه للاستفاده من قدراته ومن خبراته ومن دولاراته كمان. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.